القهوة الثانية والبينينينين قهوة الناعورة والثانية والبينينير يا والناعورة قهوة الثانية والبينينير والناعورة احنا من لهم هما منا قالك جدود الولا جدودنا الولا تيقول لك جدنا واحد احنا وجدنا يهود كاملين جدودنا كانوا يهود حال بحال صارف معاك وبيع معاك وشري معاك وحال بحال ما تعرفش هذاك يهودي من هذاك مسلم وهما رجال الصنعه ديالهم طرافه تيصوبوها حتى كوردونيت هما اللي خرجوها اليهود هاد الصبابط اليهود هما اللي صنعوا لهم حنا كانت عندنا غير بالغبلديه بالغبلديه والشربي البلدي الحلاقه وكانوا يقطعوا الشعر للعيالات كان عندهم كوافورات حنا ما كانش عندنا كان دابا اللي بغى يمشي يتحسن يتعلم داكشي ديال الحسانات يمشي عند اليهود والحفلات كانوا دابا هاد الحفلات ديالهم حنا ورثناها منهم بحال هاد دابا شتي هاد اللباس هاد الخمارات اللي تيديروا بويض العرايات كسوه بيضاء وداكشي بجناح وداكشي كله كان اليهود او يا بير جازاتش يعني كانوا كيدافعوا على المغرب بحالهم بحال المسلمين بحال بحال هما كانوا تيخصو تيطالبوا الاستقلال وتيطالبوا على محمد الخامس حتى هما كانوا واقفين حاسبين بحال بلادهم بحال بلادهم تيقول لك حنا هذه بلادنا فيها عشنا انا قلت كان اللي طرف واللي خرز واللي تيصوب داكشي واللي تيدق الذهب تيدق الذهب واللي تيبيعوا لكل واحد شنو كان عنده هنايا حتى هما ما جاتهم بحال اللي حنا اللي وقع لنا داكشي ملي تاج محمد الخامس حتى هما ما بغاو يجيبوهمش الحال ملي استقل المغرب ما بقاوش يبغيو يكونوا ماشيين تا اليهودي ماشي ها اليهودي ها اليهودي ماشي هز الربعة اليهود وحنا دراري صغار تبدا يديرها هز الربعة ودابا فين مشاو علاش ما بقاوش بزاف ايوا خرجوا بحالهم التلابيب ديالهم اللي خرج راه خرج ايوا حنا كنا نعرفوهم ديك الساعة ودابا فين راهو مشاو كلشي مشى ان شاء الله